شحال تملعب سلمان دابا؟ اخويا هذا عندو تقريبا شي 40 عام. 40 عام؟ 40 زاد في 1985 وتزاد بحال هكا مسكين. تزاد بحال هكا ومن 1985 نهار يتزاد ما عمره ما خرج شي بلاصه ولا ما عمره ما. انا اللي كنخرجو دابا حيت شفت الوالده ديالي 2012 الوالده 2006 بحال هكا تزاد. كنجلس في الدار مسكين بقى جالس في الدار وانا اللي كنخرجو مره راك عارف انا كندير واحد الفراشه كنخرج خاصني نمشي ندبرك عليه هو خاصو ليكوش خاصو يعني المعاناه ديالي كان عيني معاه كثيره بزاف فهمتي. يعني مجوج حتى بوليدات مجوج اخويا عندي 4 وليدات و ما حيلتك الوليدات ما حيلتك الخو قول لي واش غندير اخويا راه دابا غالى الاسعار بزاف وكلشي غالي ودابا الوقت شنو نقول لك والله غالي. مشاهدي قناة شعب قناة شوف تفاهم مرحبا بكم في البث المباشر مباشرة من مدينة المحمدية. القصة اللي غتسمعوا اليوم بين أكثر القصص مؤثرة. القصة اللي غتسمعوا اليوم ما تمنوا شي واحد أنها تصر عليه ولا توقع لشي واحد من العائلة دياله. سلمان راجل عايش بحاله بحال جميع الناس مقاتل مع الزمان عنده فريشة كيتقاتل بها باش يجيب واحد طريف ديال الخبز في الحلال. شاءت الأقدار سلمان مشى لوالديه. سلمان بقى بوحدو الحليل الله رحيم هو والاخ ديالو. سلمان عنده الاخ ديالو مسكين مريض باعاقه ذهنيه. هاد الدري هذا كتشوفو فيه عندو 40 عام ولكن الا هضرتو معاه كانه عندو عامين. سلمان تزوج ودار وليدات وجاب خوه مقدرش يلوح خوه. سلمان مسكين قهرو الزمان وقال ان الحل الوحيد هو الناس يتعاونوا معايا ويعتقوني باش انني نشوف من حال خويا. سلمان السلام عليكم. السلام ورحمه الله. عاود لي من الاول اخويا سلمان من نهار تمات الوالده ديالك والوالد ديالك حتى كيفاش وليتي عايش في هذه الحاله هذه؟ وخويا شنو نقول لك ماتوا الوالدين وبقيت كنتقاتل مع الدري هذا وشنو نقول الوليدات وخاصك تمشي تقلب على الخدمه خاصك المهم كندير انا على فراشه حيت انا ما شنو نقول لك ما حيتك دابا تقابل الدري بحال دابا يطيح لك يمشي دابا هو عنده القلب وداكشي كيمشي خصو يخرج يبغي يطلع السطح يبغي يمشي حاجه كطواليط كيبغي يسخف يطيح لك ما كندير فراشه ونبيع شويه ومره نهار نريح معاه ونخرجو وما كنلقاش يد مساعده انا بغيت لي يساعدني عليه فهمتي باش نحيدو من هاد الميزيريه نحيدو من هاد الشيء قديم مدينه قديمه. واخا سلمان خوك سميتو بعدا خوك سميتو عفيف. عفيف دابا عفيف شنو المشكل اللي عنده اخويا سلمان؟ اخويا المشكل اللي عنده واحد الثقبه في القلب اللي ما كتخليهش يتمشى بزاف غير كيزرق وكيطيح ولا مشى تطاح دابا اللي طاح لك خاصك جوج الناس يهزوا معاك ولا شي عارف دغيا كيسخف. دابا انت بدا في هذا المشكل بالضبط اخويا العزيز. شتي اخويا تزاد بحال هكا 1985 تزاد بحال هكا تزاد بهذا المشكل تزاد بهذا المشكل يعني كيف ما قلتش لي تزاد بهذا المشكل بحال هكا تزاد عليه عنده تاخر في النمو تاخر في النطق ما كيهضر ما والو ما كيهضرش بزاف تقريبا وكما سمح لي هذيك جلسنا مع هذا تقول لك بغيت ديناصور بغيت هذه بغيت هذه باقي دري صغير عنده 40 سنه والعقل ديالو صغير يعني انت باقي العقل ديالو صغير فهمتي بحال شي خاص كيما جيتي الدراري ولادك خاصك تجيب حتى لهذا يعني ومسكين كيقول لك بابا يعني كيقول لك انت بابا يعني انت هو الاب ديالو ما قدرتيش كيف قلتي ما قدرتيش تسمح فيه ولا دير شي دير الخيريه ولا دير شي حاجه ما قديتيش لا ما يمكنش بقى معايا حتى الاخير لحظه خوك عزيز عليك الحمد لله عزيز عليك والله العظيم ما يدينيش الخير بعيده يعني مسكين ما بغاكش دير الخير ما دينيش الخير وقع اللي وقع واخا دابا قلت لي عنده ثقبه في القلب ياك شنو المعاناه اللي كتعاني معاه اخويا سلمان دابا اخويا شنو نقول لك المعاناه دابا الحبه دابا كنخرج للخدمه كيبقى بالي معاه فهمتي ما كنرتاحش خاص يكون معايا خاص يكون حدايا ودابا مريض اش غنقول لك خاص كيفاش تهزو تقريبا دابا كي غادي نهزو بكرسي وكيبقى خصني نعس بالليل دغيا خصني نعس بكري تسعود خصني يكون ناعس وكيعيا ما اش غنقول لك كنخاف عليه يطلع دابا الدروج يطيح للسطاح ولا شي حاجه ما بغيت عا شي جمعيه تكون شي جمعيه تساعدني عليه فهمتي شي جمعيه صحيحه زعما ولكن دابا سلمان اسمح لي دابا انا بغيت نعرف يعني نتايا عندك 4 وليدات ما حيلتك 4 وليدات ما حيلتك الخوك ما حيلتك مرتك انت خدت لها سلمان واخويا اش غنقول لك هو هذا الشيء ديال الله سبحانه وتعالى الله يرزق ما يشاء بغير حساب اش خدام سلمان اخويا كندير واحد الفراشه كنصور في النهار كاع واش غنقول لك نصور ديك 100 درهم ولا هذيك 2400 2600 الله يجعل البركه كاين هذا كاع ما كيجرو علينا كاع بعدا كاين اصلا كاع في خباصه خدام انت يا سلمان انا كنخدم اخويا في القصبه كنخدم اش تبيع وتشري هذاك الشيء ديال الكوزينه هذاك الشيء تاع الماء عام شحال كدخل في النهار سلمان كاع نهار المخير شحال كدخل مخير كاع نفوي 3000 ريال ولا صافي 3000 ريال شحال كاين يا سلمان
واش غنقول لك اخويا هادشي ديال الورشه واش ديال الورشه ديال الورشه شي قديم جدا مع واش هذا السلمان غادي تسكن بها تخلص الماء والضو وتخلص هذا مسكين دواه تخلص لمرتك حتى هي حمام عاد دير وليداتك ما ياكلوا كيفاش كدوز الشهر بعدا انت سلمان وا لا اله الا الله وصافي نقول تقهرت يا اخويا سلمان الحمد لله كيفاش كدوز معايا المسكين ودابا ملي كيبقى بابا بغى يدينا صور بابا بغى هادي شوفوا معايا المسكين واش غنقول لك خصني وضروري تجيب لي شي حاجه ضروري ضروري تجيب لي شي حاجه ضروري تجيب لي اللي ما قدرتيش كما قلت ما قدرتيش انك تلوحو ولا تسمح فيه اخويا شوف خويا شوف عطيني الكليش واخا واخا ان شاء الله دابا دابا واش ديما كيتعامل بحالك مسكين واه ديما بحالك هاد شي مره جاني في ولي واش كيتعصب كيبدا يغوت ولا كيبقى يتعصب على خليته بوحدو كيبقى يغوت الا بغى شي حاجه كيبقى يغوت ويجذب ويبقى واش غنقول لك ولكن دابا ملي كتمشي نتايا شكون اللي كيقابلو وكتقابل المراه ديك المراه ديك كتقابلو الحمد لله شحال من عام دابا هو معاك دابا واش غنقول لك امتى توفات الوالده ديالك توفات 2012 من 2012 هو معاك و 2006 الوالد تاهو 2006 والوالد عام مصوره ما خلى ليا جديد عام مصوره يعني ما كاين حتى شي حاجه تقاعد ما كاين حتى شي حاجه يعني ما خلالك والو الحمد لله المهم فين نتكاشا وراء داري ديالي يعني خلاك هنايا انت والاخ ديالك الحمد لله اللهم لك عندك شي خوت عندك شي خواتات ولا والو واش نقول لك عندي واحد الاخت راه ما كايناش راه مسافره للخارج كتجي عندكم كطلع على خوها كطلع على خوها الحمد لله كطلع عليه كطلع كتسوى علينا دابا شنو المرض اللي عندهم مسكين هاد الوليد هذا دابا هذا عنده مرض القلب وعنده اعاقه ذهنيه وجسديه يعني شنو نقول لك واش كاين شي امل انه يولي بخير ولا شويه الاخوان الله يرحم الوالدين كنتمنوا انكم تبارطاجيو هذا اللايف هذا باش نتعاونوا مع هذا الوليد هذا ونتعاونوا مع سميتو قلت لي عفيف نتعاونوا مع عفيف حيت عفيف شاب عفيف اش بغا يجي ديناصور انت باغا ديناصور ديناصور 20 درهم 20 درهم صافي افانك 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 ديناصور 20 درهم ديال ديناصور تولي لاباس اش غنقول لك خويا بغيت ما كرتش جمعيه برانيه في الخارج حاولتي تواصلتي مع شي جمعيه هنا في مدينه المحمديه انها تجي اخويا سلمان ودير مع اخوك شي حل اخويا ولي بخير واش غنقول لك اخويا جاو عندي شحال من واحد جاو عندي ولكن ما انا ما عرفتش السميات ديال الجمعيات المهم جاو عندي واش السميات خويا جاو عندك واش قالوا جاو عندي كاين اللي كياخذ الوراق ياخذ لاكارت وداك الشيء كيقول لك غيكون خير هذيك كيمشي كيمشي ما كيرجعش وكان مشي عندهم خوك راه تقيد ولكن اخويا راه ما كاين والو ما كاين حتى شي حاجه جاو معاك حتى واحد والو كاين بعض الاخوان كيجيبوا لي كوش وصافي راه الحمد لله كيدير لي كوش مسكين كيدير لي كوش تقدر تمشي للطواليت لا شحال ديال لي كوش كيدير في النهار تقريبا وكيدير جوج ديال لي كوش جوج خاصو كوش ديال العجازه ماشي الصغار العجازه ديال شحال تقريبا ديال الفلوس كتخسر عليه في الشهر دابا واش غادي نقول لك اخويا ما نقدرش نكذب عليك والله ما حسبتش ولا تقريبا شحال ديال الفلوس والله ما نكذب عليك ماشي 1000 درهم ولا ما 1500 تقريبا قهرك الزمان والحمد لله على كل حال الحمد لله دوزتي قلتي دوزت العذاب والحمد لله علاش كتبدا الخدمه سلمان؟ وا تا ديك الجوج ثلاثه عاد كن جوج ثلاثه علاش كتبدا الخدمه؟ ما عادش كتسالي؟ وا سيدي 9 ولا 10 ولا 11 يعني واخا قلتي ما قديتيش انك تسمح فيه ولا تلوحو ولا تخليه يعني في الخدمه قلت لي ان بعض المرات تكون خدام بقى بالي هانيه يعني ما قدرتيش انك تسمح في خوك ولا تخلي عليا لان خوك عزيز عليك بزاف الحمد لله ملي مات والدي هو عاقل على والدي شويه ولا والو تقريبا ما عاقلش بزاف حيت مريض هو دابا ما يعقلش يعني حتى والدي ما عاقلش ما عاقلش كيقول لك باباك يقول لك الله يرحمه صافي كيقول لك الله يرحمه فين هو باباك؟ نازل احنا باباك مات الله يرحمه وماماك فين هي؟ اي مامي نجات يرحمه ماتت الله 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 لا حول ولا قوة الا بالله واخا انا غنجيب لك واخا هذا مسكين دابا الحمد لله جيب لك داينا قلتي ما خليتي فين درتي بيه درتي بيه المحمديه كازا ديتي واش نقول لك درك شي واحد اول ما شمش ولا قولي قولي شنو كانوا كلهم كنشوفوا مع نمشي شي مشي عند شي واش غنقول لك نمشي دابا تقريبا العماله كيقول لهم عاد ما نديروا لك العماله راه لاكوزي راه هو ما كاين حتى شي من العماله انا بغيت لي عشي شغنقول لك بغيت شي كيوسك شي حاجه اللي بغيت تدير شي مشاريع باش انك تعاود شي كيوسك دابا واحد القضيه غادي نقول لك دابا بحال اللي كنتقيد في مبادره ولا شي حاجه انا كنتقيد في مبادره الوطنيه التنميه البشريه كيقول لك خاصك بحال دابا 10000 درهم انا 10000 درهم اخويا ما عنديش خاصك تكون حاطه في البنكه باش يقدموا لك مشروع انا ما عنديش اللهم كنرجع للور فهمتي خاصك انت اول شيء باغي دير مشروع باش تكالي به وتعاون به شويه القضيه راك عارف دابا يعني دابا انت اخويا يعني انت يا اخويا سلمان نسيتي راسك
واش كتفكر في كاع اللي كتفكر في خوك عفيف وفي وليداتك صافي يعني ما شفتيش راسك انهم لاحظ انه وليتي كتهمل ولادك وكتهلا في خوك كثر. واه لا لا كندير بيني وبين ما كاينش. انت كيفاش كدير لها اخويا جمعت الوليدات والمراه وخوك عفيف كيف كدير لها اخويا سلمان؟ هذا الشيء اللي كندير لا اله الا الله صافي. عيش اخويا سلمان. الحمد لله الحمد لله عيش. واخا اخويا سلمان حيد ولدي حيد 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 عيش عيش. رقم الهاتف ديالك اخويا سلمان الناس اللي متصلوا بك. واخا الهاتف ديالي 06 74 93 71 35. يعني كما قلتي لي يعني كتشوف ان اخوك كاين واحد الرقم اخر حتى هو 07 73 75 01 14. عاود لي الرقم اخويا. 07 73 75 01 14. يعني جوج ارقام اخوان. يعني كنتمناو انكم تبارطاجيو هذا اللايف هذا وندعيو مع عفيف يعني الله يجيب ليه الشفاء والله يشوف من حاله حتى راه شاب كيستحق المساعده. هذا النداء وهذا من هذا المنبر كنوجه النداء ديالي للجاليه خارج الوطن. كنوجه النداء ديالي لسيدنا الله ينصرو الله يجيب ليه بخير يشوف من حاله ديالي. اما انا راه كنسكن في هذا الشيء راه مع نهار الزنزال وشيء راه قديم قريب الانهيار. هادشي كنشطي عليك الدار. ونهار الزنزال اخويا انا راه هربت وخليت هربت هزيت الدراري ولادي وهذا كي غندير لي ما عرفتش كي راه حيت الدار حيت انا ساكن الفوق كي غندير تنهرب. ضرب الزلزال عرفتي بقى مسكين بوحدو هنا. بقى بوحدو دابا انا رجعت حفيان بالخلعه رجعت حفيان كي جيت من الخدمه جيت فهمتي هزيتو على ظهري وخرجت كنجري ما واخا واخا واش غنقول لك الحمد لله عليك. كانت غطي عليكم الدار. وي شي مع قديم وانا انت كتشوف راه باش عارف كيفاش كدير يعني في القطره ملي كتصب الشاي يعني وانتم عايشين في هذه البيات هذا خو سلمان. سلام وقف خو سلمان. الله 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 شو 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 الله 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 شو الباب بعدا شوفوا الباب الاخوان شو شو على حاله شو يعني بغيت نعرف اخو سلمان كيفاش كدير مع الشاي يعني ملي كتصب الشاي كدير اخو سلمان. شنو نقول لك الحمد لله كتصب الشاي من هنا كتدخل من هنا من هنا في الدروج تحت الحوايج والحمد لله على كل شيء. ملي تحت عقل لك شي واحد سلمان. واه الله كاين سبحانه وتعالى. انا سالتك الناس محسنين اللي كانوا كيشوفوك اخو العزيز شنو غتقول لهم؟ واه شنو نقول لك الله يجازيهم بخير الله يبغى يساعدوني وصافي يجي يشوف تيجي يشوف الحاله بعيني انا ما كنكذب ما والو وما شنو نقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله الله غالب. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام هذا هو سلمان والاخ ديالو اللي كنتمناو انكم تعاونوا معاهم وتشوفوا من حاله. سلمان تعطيني الميكرو سلمان دو مع دو مع البطل ديالنا سلمان فنان وسلمان فنان. الناس اللي كيشوفوك دابا كنت بغيت تقول لهم الناس اللي كيقول لهم يساعدوك يساعدوك عاش الملك الناس منو عاش الملك عاش الملك هكا هكا قول لي اش بغيتي الناس يديروا معاك اش بغيتي الناس يديروا معاك سلمان ديناصور ايش هي ديناصور ربع ولا فالحق لا فالحق كيفاش هو مسكين عيان مريض اش بغيتي قلتي لي هذاك ربع ولا فالحق هذا ماشي بغيتي 4000 باش تشري ديناصور 4000 ديناصور 4000 ريال ديناصور 4000 ديناصور ما بغيتيش تولي بخير تولي لاباس قولي لي قولي عطيه الديناصور ها هو كيعطي لك ها هو كيعطي لك يعني كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام كنتمناو انكم تعاونوا معاه وتشوفوا من حاله حتى راه طفل يعني ماشي هو راجل ولكن كيبقى طفل. الى هنا مشاهدي قناه شاب قناه شفت فينا كتشوف هذا القدر لا نلقاكم بنت مباشر اخر شكرا والى اللقاء.